قاطرة التنمية. طب ازاي قاطرة التنمية؟ هنشوف بالصور وهقول لحضراتكم شوية أمثلة. يا ريت يا سامي تنزلي تقرير ده. احنا بمنطقة عندنا أول مناطق المنطقة الصناعية بالرسوة وبيها 356 مصنع تم الانتهاء من 77 و99 تحت الإنشاء. جهاز الخدمة الوطنية بينفذ دلوقتي 118 مصنع وهتطرح المستثمرين قريبا. في المحافظة نجح في تطبيق أول تجربة للمجمعات الصناعية، جهزت التراخيص بإنشاء 58 مصنع بتكلفة 26 مليون جنيه، دي اللي خدها 128 شاب ديت. يعمل دلوقتي 20 مصنع شغال منهم والباقي قيد التشغيل. حاليا في مصنع بندر سكر بيعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط وبيتعمل على 58 فدان باستثمارات 256 ده داري العمل فيه مليون دولار. برضه في خمس مصانع استراتيجيه كبرى باستثمارات مليار و600 الف جنيه. المصنع الاول لصناعه اطار السيارات النقل الثقيل، ده هيبقى تصدير ده لامريكا لانه مع صناعه مشتركه يعني، والثاني لجنوط سيارات، والثالث لاواني الطهي، والرابع لزيت الطعام، والخامس للمبات الموفره للادوات الكهربائيه. في عندنا في البورس لما نيجي نتكلم في بقيه الحاجات في المنطقه الصناعيه، هو انتوا جايبين التعليم الاول يا جماعه في الصور ديت؟ نتكلم في التعليم ولا نتكلم؟ طيب لما نيجي نشوف في اللي حصل في التعليم، هضطر اتكلم عشان الصوره اللي على الشر. اللي حصل في التعليم الحقيقه اللي اتعمل هنا سياده المحافظ هنا وهنا في المدرسه، لانه السنه لما جه طبق فكره الغاء السناتر ديت طبعا دي كانت عامله مشكله كبيره جدا. والمشكله الغريب جدا ان في حكايه السناتر دي ان اولياء الامور كانوا زعلانين، انما قدر يعمل ده وينجح ده، وبقت فيه المجموعات التقويه اللي موجوده في المدارس دلوقتي، ودي اول محافظه يتم القضاء فيها على الدروس الخصوصيه والكل مرضي، واذا كان في بعض مقموص انما الكل مرضي. اول مره محافظه بورسعيد يخش يبقى لها اوائل في الثانويه التجاريه. لما نيجي الصحه نشوف ان 18 شهر اتفتح 8 وحدات طبيه متخصصه في بورسعيد، وحده جراحه مخ واصاب، وده المركز ده بيعتبر الاول من نوعه في العالم، وحده شرايين الاوعيه الدمويه والقلب المفتوح وقصاره القلب وجراحه المناظير وجراحه الجهاز الهضمي وجراحه الاورام. المحافظ الغير قادرين دلوقتي ما بقاش في حد غير قادر النهارده بيتعالج على حساب الدوله، بيتعالج على التامين الصحي. الوحدات الصحيه في مختلف الاحياء، تخصيص 27 ألف متر انشاء مستشفى جامعي، انتهى العمل في المرحله الاولى منها وجاري اعمال التشطيبات. ده بالنسبه للحاجات الصحيه اللي في المحافظه. موضوع الصحه ده طبعا احنا مصر دلوقتي او الدوله دلوقتي او الرئيس دلوقتي والاجهزه اللي بتحكم دلوقتي بتعاني من تراث قديم. الدوله من زمان الله اعلم من 40 سنه او اكتر سلمت التعليم والصحه اهم حاجتين في اي دوله سلمتهم للقطاع الخاص. بقى القطاع الخاص هو ليه 80% منهم او هو مهتم بكده و20% للدوله. أن القطاع الخاص ممكن أن يساهم معي في التعليم ووجوده مهم للارتفاع والارتقاء، بس ما يبقاش هو المستحوذ على كل الأنشطة. بقت المدرسة الخاصة هي الأهم، ودلوقتي بقى المستشفى الخاصة هي الأهم ومستشفى الحكومة أهملة. عودة الروح للمستشفيات الحكومية رجعة إن شاء الله. إحنا بتكلم أنا ست شهور أو سبع شهور كل مستشفيات مصر اللي هي المستشفى العام في كل محافظة هيبقى مجهز بكل الأجهزة. هو اللي باقي بس تجهيز البشر لهذا الموضوع. عشان اجهز البشر لازم اعمل كوادر ماليه معينه للناس اللي موجودين، ودي موضوع مقدور عليه ان شاء الله وفي القيد ان شاء الله. لما نيجي بقى للاسكان، 7 مليار جنيه تم تخصيصها لبورسعيد لحل مشكله الاسكان خلال سنتين. 20 ألف وحده سكنيه هديه كانت من الرئيس السيسي لشعب بورسعيد. في طرح 15 ألف وحدة من سكان اجتماعي، 10 آلاف وحدة في منطقة بورسعيد الجديدة بجنوب المدينة، و5 آلاف في شرق المدينة. جاري تسليم المرحلة الأولى من السكان الاجتماعي بإجمالي وحدات 7941 وحدة. مليار جنيه جعلت بورسعيد تتخلص من العشوائيات اللي هي زرزارة والأبوطي وأبو عوف، زرزارة والأبوطي وأبو عوف كان في مشاكل كثيرة جدا وقدروا يتعمل ده. في النهارده وحدات سكنية لعشوائيات هامبورج والدريسة والإصلاح. الحتت اللي حصل فيها عشوائيات ديت ما كانتش موجودة في بورسعيد ده، إنما دي حصلت في يوم وليلة. هي طبعا من بعد العودة من التهجير حصل حاجات كتيرة جدا، وأزمة الإسكان حصلت من منتصف السبعينيات بعد العودة من التهجير. الأسرة اللي كانت مسافرة أب وأم وولد وبنت، رجع أب وأم والبنت مخطوبة والولد ما خاطب، والاتنين خاطبينهم من الحتت اللي كانوا مهاجرين فيهم، فدخل لبورسعيد
نزح الاولياء لبورسعيد على التركيبه الاجتماعيه عدد تاني كبير مره واحده. حصل ده ازمه الاسكان خلال عامين هتتحل، عامين فات منهم شويه يعني هتتحل، ومجهود كبير معمول فيها.